يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. هذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 38، الصغرى 23، اسكندرية 32 21، مطروح 28 20، بورسعيد 30 21، اسماعيلية 38 22 وجوها حار. بالنسبة للسويس 37 22، العريش 32 20، طابة 35 21، شرم الشيخ 38 26، الغردقة 37 26 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41 25، أسوان 43 26، الوادي الجديد 40 25، شلاتين 35 23، حلايب 33 24 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.